بسم الله الرحمن الرحيم. أبنائي طلبة وطالبات المستوى الخامس كلية الطب البيطري، أهلا بكم في محاضرة من محاضرات مادة الأمراض المعدية. النهاردة إن شاء الله هنتكلم على بعض الأمراض المعدية التي تصيب الجلد، some infectious skin diseases. وهنبتدي بالمينج. لو حبينا نعرف المينج هنقول ان هو عبارة عن contagious skin disease characterized by crusty pruritic dermatitis and hair loss caused by a variety of parasitic mites. الparasitic mites دي يا اما بتعمل burrowing in أو بتعيش على living on the skin. هنقول الاتيولوجي، الاتيولوجي أو الكوزيتيف ايجنت بتاع المينج عبارة عن obligate ectoparasite، يبقى طفيليات خارجية obligate ectoparasite. obligate يعني إيه؟ يعني ما تقدرش تعيش بعيد عن الهوست بتاعها، لازم محتاجة الهوست عشان تعيش. المايكس ده اللي هو الكوزيتيف ايجنت بتاع المينج عبارة عن تايني ارثروبود، مايكروسكوبيك ارثروبود، مايكروسكوبيك صغيرة جدا جدا، حشرات صغيرة ما نشوفهاش غير بالمايكروسكوب، اقل من 1 ملي في اللينس بتاعها، و difficult to see with the naked eye، محتاجين ان احنا نشوفها بالمايكروسكوب. الـ adult mites بيتميز دايما انه ليه 8 legs الـ adult، وكمان النيمفال ستيج بيبقى ليهم 8 legs، بينما اللاربال ستيج بيبقى ليها 6 legs only. طيب المايتس ده بيتغذى على ايه؟ بيتغذى على البلاط، على الليمف، على السكين دبرس والسبيشيس سيكريشن. الشكل ده بيوضح لنا الاماكن اللي بي او البريدليكشن سيت او سايت اوف انفستيشن بتاع المايتس. في بعض المايتس بيبقى بيعيش على السكين سيرفيس، بعضها بيعيش في تانلز في الابيديرمال لاير بتاعت السكين، بعضها بيعيش في الهير فوليكلز والسبيشيس جلاند. المايتس بنقسمهم لمجموعتين كبار، المجموعة الأولانية بنطلق عليها البارونج مايتس، ودي اللي هي المايتس اللي هي عندها المقدرة إنها تعمل باروز وتانلز في الإبيديرمال لاير، ودي بتضم زي إكزامبل اللي هي الساركوبتس والديموديكس. والمجموعة التانية اللي هي بتعيش على السكين سيرفيس اللي هي إحنا بنقول عليها نون باروينج، ما بتعملش أي باروينج للسكين لايرز ولكنها بتعيش على السيرفيس، زي مجموعة الكوريوبتس والسوروبتس. هنبتدي بالساركوبتيك مينج. ده حبينا نعرفها نقول contagious أو highly contagious skin disease occur in a wide variety of host species causing severe pruritic dermatitis. Severe pruritic dermatitis، وفي معظم الدول العالم بيعتبر notifiable disease، يعني once انك شفت حالة المفروض بتبلغ الاثوريتيز، يعتبر notifiable disease. ال causative agent او الاتيولوجي sarcoptic scabiae، sarcoptic scabiae، sarcoptic scabiae في منه number of varieties، كل variant منهم بيبقى specific host species، زي الساركوبتس اسكابياي بنقول بار اكواي ده للاكواين، ساركوبتس اسكابياي بارومينز للهيومن، فاركانز للدوجز، فار كاميلياي للكاملز، فار بوفز للكاتل، وفار اوفز للشيب. طيب الهوست سبيسيفيسيتي دي هل هي شعر؟
بيقول لا، ما هياش شارب او نوت ستريكت. بمعنى ايه؟ بمعنى ان ممكن يحصل انفستيشن بفاريانت مثلا بتاع البوفاين، ممكن يصيب الشيب او العكس، او يصيب الكاملز، او يصيب الكواينز. المورفولوجي بتاع الساركوبتس سكابياي بنلاقي ان هو راوندد، البودي بتاعه راوندد ان شير، واقل من الحجم بتاعه بيبقى اقل من نص ملي، اقل من نص ملي. من المميزات دايما الفيميل بتبقى اكبر في الحجم من الميل، ليه 8 شورت ليجز زي ما قلنا ان المايت الادلت مايت والنمف ليهم قلنا بيبقى ليها 8 ليجز. فالساركوبتس كابياي الثمانية ليجز بتوعه بيبقوا شورت ليجز موجودين في مجموعتين، 4 ليجز انتيريورلي و4 بوستيريورلي. الاربعه البوستيريور دول بيبقوا صغيرين لدرجه ان هم ما بيبانوش بره البودي مارجن، ما بيبقوش ظاهرين بره حدود الجسم بتاع المايت. ولو شفناهم من الدورسال فيو ما بنشوفهمش غير لو احنا بنفحص من الفنترال فيو، بس هم اللي بيبقوا باينين ومتشافين. لكن لو انت بتفحص من الدورسال فيو مش هتشوف البوستيريور تو بيرز دول، لان هم بيبقوا قصيرين خالص لدرجة ان هم ما بيبانوش بره حدود الجسم. كمان الماوس بارتس بتاعته بتبقى راوندد، من المميزات ان الماوس بارتس بتبقى راوندد. اللايف سايكل، اللايف سايكل كومبليتد في 2 الى 3 ويكس، وبتبتدي ان الفيميل بتعمل تانلز في الابيدرمس، وبتبتدي تعمل لينج للايجز، بتعمل لينج ل 3 ل 5 ايجز بير داي، والايجز دي هاتشد للاربا، اللاربا بيبقى ليها 6 ليجز، وبيحصل مولتنج للاربا لنمف. في عندنا هنا في الحاله دي 2 نمفال ستيج، وبعد كده النمف بيحصل لها مولتنج وتتحول الى ادلت، والادلت بتتحول في بوم في ميل وفي ميل. السايت اوف انفستيشن بالنسبه لي بنلاقي ان الفيميل والاكس واللاربا والنمف كلهم بنلاقيهم في تانلز او بوكيتس في الابيدرمس، بينما الميل بيبقى على السكن سيرفيس، اون ذا سكن سيرفيس، ما بيعملش اي بارونج. الميل ما بيعملش اي بارونج للابيديرمال لاير. الميتنج بيحصل على السكن سيرفيس، يبقى الميتنج بيحصل على السكن سيرفيس لوجود الميل طبيعي موجود على السكن سيرفيس، فعمليه الميتنج بتحصل اون ذا سكن سيرفيس. هنا برضو الدياجرام ده بيوضح لنا ان النمف واللاربا والاكس والادلت فيميل كلهم بيبقوا موجودين في تانلز، بينما الميل بيبقى على السكن سيرفيس. الهوست سبيكترم الساركوبتس سكابياي بينفست الدوميستيك انيمال والوايلد انيمالز وكمان الهيومن. دوميستيك انيمال زي ايه؟ زي الشيب، زي الجوت، زي الكاتل، زي البيج، زي الاكواينز والكاملز والدوجز والرابتس. الجيوغرافيك ديستريبيوشن وورلد وايد، موجود في معظم دول العالم. الريسك فاكتورز، الريسك فاكتورز بيقصد بيها العوامل اللي بتزود فرص حدوث المرض. ايه هي العوامل اللي بتزود فرص حدوث المرض؟ البور كونديشن، لو الانيمال ده ان بور كونديشن، او في بور فيدنج، او اوفر كراودنس، او البور هاسبندري، كل العوامل دي بتزود فرص حدوث الديزيز. المايت بيبقى موست اكتيف في الكولد مانسز والويت ويزر اكتر من ال summer months، عشان كده بنلاحظ ان معدل الحالات بيبقى اكتر في الشتاء عن الصيف.
الميثود اوف ترانسميشن، طرق انتقال العدوى. احنا في الاول قلنا ان ده كونتيجيوس سكين ديزيز او هايلي كونتيجيوس سكين ديزيز، وبالتالي ده معناه ان هو بينتقل بالدايركت والاندايركت كونتاكت، بالدايركت والاندايركت كونتاكت. دايركت كونتاكت يقصد بيه ان هو بيحصل في فيزيكال كونتاكت بتوين انفكتد انيمال وسسبتبل انيمال، بيحصل احتكاك وتلامس مباشر بين حيوان مصاب وحيوان هيلسي. بينما الاندايركت كونتاكت يقصد به ان بيحصل في احتكاك او الكونتاكت هنا بتوين السسبتبل انيمال مع الكونتامينيتد انرت ماتيريالز. كونتامينيتد انرت ماتيريالز زي البيدنج، البلانكتس، الجرومنج تولز والجرومنج يوتنسلز والكلوزنج، الووتر ترابس، حتى الفيهكل وسائل نقل الحيوانات ممكن تبقى وسيله برضو اذا كانت كونتامينيتد. احنا لما اتكلمنا في الاول قلنا ده اوبليجيتد تو بارازايت، وده معناه ايه؟ معناه ان احنا قلنا ان هو البارازايت ما بيقدرش يعيش away from the host غير لمده few days، وبعد كده اذا ما لقيش هوست جديد بيموت. الديزيز زونوتيك ديزيز، وبالتالي بنقول ان هو البيبل هاندلنج انفستد انيمال مي بيكام انفكتد. فبتقول خلي بالك وانت بتفحص حالك، وبرضه تنصح الاونر ان هو يخلي باله في التعامل مع الحالات المينجي كيسز. الباثوجينيسيس، الساركوبتيك مايت ده بيعمل باروينج في الابيدرمس، وبالتالي ده بيسبب انفلاميشن والانتنس بيروريتس. طيب الاريتيشن والانتنس بيروريتس ده راجع لايه؟ راجع لالرجيك ريسبونس. allergic response لوجود المايت ووجود السكريشن بتاعته والاكسكريشن. السكريشن بتاعته تقصد بيها السلايفا، والاكسكريشن اللي هي الفيكال ماتر بتاعته او الفيكال ماتيريال. في الادفانسد كيسز السكين بارير بيحصل له دامج، وبالتالي ده بيدي فرصة إلى secondary infection. secondary infection ممكن تؤدي إلى death. كمان ممكن الحيوان بيحصل له dehydration و impaired thermal regulation نتيجة لل disturbance وال damage اللي حصل في ال skin. ال clinical findings بنقول ان في الشيب والجوت الليجون بيكومنسز اون فيس في الاول. الكاتل الليجون ممكن تبقى اني وير، ولكنها موست كومن في التيل والنيك والبريسكت والشولدر والرامب والانر سايد، دول اكتر الاماكن. الهورسز والكاملز بيبقى في الهيد والنيك. هنلاحظ هنا ان النيك بتاعت الحيوان والهيد، هتلاحظ ان في لوس للهيد وفي كراستي فورميشن، في سيكنينج ورينكلينج للسكين. برضو في الصورة هنا هتلاقي في منطقة النيك، منطقة الهيد، في الابدومين تلاقي برضو لوس للهير، كراست فورميشن، ومع الاتشنج الحيوان بيعمل بايتنج لنفسه احيانا. في البداية الأعراض بتبقى في على صورة small red papules وإريسيما. الـ affected area بتبقى intensely itchy، وبيبقى في scratching وبايتنج، لوس للهير، تكون لي سيك براون سكابس، وبيحصل سيكنينج ورينكلينج في السكين. طيب الكراستس والسكيلز دي ايه سببها؟ سببها ان البارونج مايتس بيخلي السكين اوز السيرم. السيرم ده بيحصل له دراينس، وهو ده السبب او الفورميشن بتاع السكابس او الكراست. السكراتشنج اللي بيعمله الحيوان والرابنج اجينست السراوندنج اوبجكتس بيخلي الانفستيشن، ممكن يعمل سبريدنج للانفستيشن.
وممكن يؤدي كمان الى السكندري انفكشن نتيجه للووند اللي بتتكون والفشر من كتر الرابينج والاتشنج اللي بيعملوا الحاجه. الانفكشن سكندري انفكشن هنا هي المسؤوله عن الامبليزنت اودر اللي بتبقى مميزه للمينج انيمال. طبيعي ان الحيوانات المصابه هتلاقي فيها ويت لوس وهتلاقي فيه لاك اوف ابيتايت ودراماتيك ديكريس في البرودكشن، لان الحيوان اساسا بري اوكوبايد مش فاضي مشغول وعماله يعمل سكراتشنج لنفسه وعمال يعمل بايتنج لنفسه، فمعدل الفود انتيك بتاعه بيقل وبالتالي ده يؤدي الى الويت لوس والديكريس في البرودكشن. لو الحاله تركت بدون علاج ممكن الحيوان يموت من الاكزوهشن او الديهايدريشن او السكندري انفكشن. الكورس بتاع الساركوبتيك مينج بيبقى مور اكيوت ذان اذر فورمز اوف مينج، وممكن نقول ان لو عندنا بقره وسبناها بدون علاج ممكن جسمها كله يتغطى في خلال 6 اسابيع، ممكن الانفكشن تمتد للجسم كله في خلال 6 اسابيع. بالنسبه للدياجنوزس والديفرنشال دياجنوز بنقول ان الديزيز ماست بي ديفرنشيتد فروم مايكوتيك درماتيتس والاذر مايكس واللايس انفستيشن الرجيك ريسبونس والهايبر كيراتوزس باراكيراتوزس بالشكل الليجن بالكلينيكال ساينس. يعني مايكوتيك درماتايتس بنلاقي ان الليجن بيبقى ريجولار سيركمسكرايبد اريا اوف الوبيشيا مع السكيلز، الاتشنج مش موجود زي حالات المينج. لو عملت سكين سكرابنج في حالات المايكوتيك درماتايتس هتشوف الهاي في، بينما في المايس هتشوف المايس نفسه او اللاربا او النيمف او الاكس. بالنسبة للأذر مايتس ده هيبقى من خلال الديستريبيوشن بتاع الليجن، من خلال اللابس، من خلال السكين سكرابينج. بالنسبة للايس انفستيشن بتقدر تشوف اللايس نفسها، لو في حيوان عنده لايس انفستيشن بتلاقي اللايس نفسها ممكن بتشوفها بالعين على جسم الحيوان والإجز بتاعتها بيبقى في تجمعات. بالنسبه للالرجيك ريسبونس لبعض الادويه وبعض الكيميكالز الهايبر كيراتوز باراكيراتوز نيوتريشنال ديفيشنسي برضه بتستخدم بيساعدك اللاب والسكين سكرابنج بيساعدك، والاعراض الانتنس اريتيشن والانتنس بيروريتس اللي بيبقى موجود في المينج. بالنسبه للدياجنوز بيعتمد على الكيس هيستوري، انك انت بتاخد الشكوى بتاعت الاونر وبتسمعها، والكلينيكال ساينس اللي انت بتشوفها على الحيوان واللابوراتوري دياجنوزز عشان تعمل كونفرميشن للكلينيكال سسبشنز. بالنسبه للابوراتوري دياجنوز في عندنا ممكن نعمل الدايركت سمير وممكن نعمل سيدمنتيشن تكنيك والشوجر فلوتيشن تكنيك، دول المفروض هيتشرحوا في العمل بالتفصيل، ولكن هنتكلم بس فكره بسيطه على الدايركت سمير. ان احنا بنعمل سكين سكرابنج، بعمل ديب سكين سكرابنج تيل بلاد اوز بظهر المشرط بالسنه بتاع المشرط بالظهر بتاع سن المشرط، وبجمع السكين السكرابنج دي في بتر ديش وباخد منها كميه صغيره على جلاس سلايد وبحط عليها نقطه او نقطتين من 10% بوتاسيوم هيدروكسيد او صوديوم هيدروكسيد، وادفي على اللهب او اسخن على اللهب عشان اعمل دايجشن للسكيلز، وابتدي افحص تحت الميكروسكوب تحت اللو باور. هشوف المايكس او الجزء منه او النيمف او الادل او اللارفا او الاكس بتاعته. الساركوبتس كابيا احنا قلنا راوندد بودي والبوستيريور ليجز ما هماش باينين بره حدود الجسم، ما بشوفهمش لو المنجا على في الدورسال فيو ما بشوفهمش. طيب ازاي التريتمنت والكنترول؟ المنج من كان بي كنترول باي يوز اوف انجكتابل اند بول اون برودكتس، في مجموعه من الادويه افكتيف
سواء بتتعاطي بالانجكشن او بور اون بور اون، يعني ان احنا بنكبها على ظهر الحيوان، كمية الدراج بتتكب على ظهر الحيوان وهي ابزوربد من السكين، زي مجموعات الماكرو سايكليك لاكتون. ماكرو سايكليك لاكتون دي اللي من ضمنهم الايفرمكتين والابرينومكتين والموكسيديكتين والدورامكتين، ودول مجموعة effective و preferred for treatment of sarcoptic mange. مجموعة الماكروسايكليك لاكتون دي بتشتغل ازاي؟ بتشتغل انها بتعمل بلوك للترانسميشن اوف نيورونال سيجنال اوف ذا بارازايت، وبالتالي ده بيؤدي الى الباراليسيز للبارازايت، وطالما حصل له باراليسيز يبقى هيموت، مش هيقدر ياكل ويموت او اكسبيلد اوت. من مجموعة الماكروسايكليك لاكتون عندنا الابرينوميكتين. الابرينوميكتين بيتميز بان هو ليه زيرو ميلك ويزدرول بيريود، وبالتالي ممكن استخدمه في اللاكتيتنج ديري كاوز سيفلي، لانه كده الدراج مش هينزل في الميلك، مش هيعمل اي ريزيديو، مش هيأثر على الناس اللي هم كونسيومينج الميلك. كمان عندنا الموكسيديكتين برضو من المميزات بتاعته ان هو ليه نو تريتمنت ويز سلوتر انترفال، يعني ما بيلهوش ريزيديوز في الميت، وبالتالي ممكن استخدمه في الحيوانات الفاتنينج او الحيوانات بيفور سلوترنج مباشره. كمان نو ريستريكشن في الديري برضو الموكسيديكتين. بالنسبه للكوايز بنفضل ان احنا نستخدم الدورامكتين. الدورامكتين بنفضل ان احنا نديه كمان انتراماسكولار عن المجموعات التانية بتاعت الماكروسايكليك لاكتون. بنقول بالنسبة للكامل بنعمل بندي الكامل بنحتاج ان احنا ندي 3 دوزز بين كل دوز والتانية 8 دايز، لكن في الكاتنز والشيب بندي بنكتفي ب 2 دوزز و14 يوم ان بتوين. من الحاجات كمان اللي ممكن استخدمها في التريتمنت الاكاريسايد. الاكاريسايد بستخدمها ك سبراي او ديبنج، دي زي مجموعات الاورجانوفوسفورس كومباوند، عندنا مثلا اكزامبلز الكومافوس، عندنا البازينون، عندنا الاميتراز، عندنا الفوكسيم والفوسميت، بستخدمهم يا اما في صوره سبراي او صوره ديبنج. من البريكوشن تخلي بالك الحيوان يبقى شارب كويس، ما يبقاش عطشان قبل ما تعمل سبراي او ديبنج عشان ما يعملش ليكنج لنفسه بعد ما بترشه. كمان انك انت المفروض تخلي بالك وترش الحيوان كويس عشان ما تسيبش حتى ما هياش ما وصلهاش الانسكتسايد. ولو في عندك حالة في المزرعة يبقى تتعامل مع كل الحيوانات، يعني ترش كل الحيوانات وترش كمان الحيطان والأماكن اللي بيعيش فيها الحيوانات. ممكن برضه استخدم اللايم سلفر ديب، وده بيبقى مور سيف عن الاورجانوفوسفورس والاكاريسايد. 2 ل 5% لايم سلفر سوليوشن، وبعمل ريبيت بعد 12 يوم. ممكن برضه نستخدم السلفر اوينتمنت، بتعمل ريموفال للسكيلز والكراستس بهارد براش، وتبتدي تدهن السلفر اوينتمنت وبتكرر لغايه الكيوف. هنتكلم بعد كده على السروبتيك مينج، وليه اسماء تانية اسمه شيب سكاب وبودي مينج وإير مينج. برضه نقول هو كونتيجيوس سكين ديزيز كوز باي اكتوبارازيتيك مايكس. السروبتيك مينج ده اوف جريتست امبورتنس في الشيب، وبيعمل شيب سكاب، وكمان مسؤول عن البودي مينج في الكاتل والهورسز، والاير مينج في الهورسز والشيب والجوت والرابتس. الايتيولوجي او الكوزيتيف ايجنت اللي هو سروبتس اوفيس في الكاتل والشيب، والسروبتس كونيكولايدا اير مايكس.
والسروبتس كوايدة في الهورسز والدونكس والميولز في بعض الدول زي بريطانيا. طيب المورفولوجي بتاعه ايه؟ ده اوفال بودي، اوفال بودي ونون بارونج مايت، يبقى ده واحد من النون بارونج مايتس، والجسم بتاعه بيبقى اوفال ان شيب. All the legs project beyond the body margin. كل الأرجل بتاعته بتبقى طويلة وظاهرة بره حدود الجسم. هنلاحظ إن كل الأرجل بتاعته الـ posterior والـ anterior legs كلهم ظاهرين بره حدود الجسم وطوال. طيب إيه تاني بيميزه؟ بيميزه إن الـ mouse parts بتاعته بتبقى pointed أو triangular in shape. الـ mouse parts بتبقى pointed or triangular in shape. The geographical distribution worldwide. The pathogenesis in the psoroptic mites on non-burrowing mites بيعمل ايه؟ بيعمل abrade the skin surface and feed superficially on the, lipid emulsion of the skin cells والبكتيريا واللمف اللي بيطلع نتيجة للهايبر سنسيتيفيتي رياكشن اللي بتظهر او بتتكون نتيجة لوجود المايتس. المايتس migrate to all parts of the body ولكنه بيحب الـ area covered with hair or wool. الـ salivary secretion والإكسكريتا بتاعت الميت contain proteinases enzyme، وده اللي هو بيبقى مسؤول عن الـ allergic reaction والـ allergic pruritus اللي بتظهر. الاكزوديشن اوف سيرم اللي بيطلع نتيجة للابريجن اللي بيعملها المايكس بيحصل له اكيوميليشن وبيحصل له دراينس، وده هو اللي بيسبب الكراست. هو يبقى انا الكراست والسكيلز اللي بنشوفها دي نتيجة للدراينس اوف اكزوديت سيرم. في عموما المايكس بيبقى اكتف على البريفرالي بتاع الليجن، و طبعا بنقول في الشيب البكتيريا الانفيجن فيري كومن نتيجة للوندز والفيشرز اللي بتتكون في السكن، فسهل ان يحصل لها secondary bacterial infection. ممكن نلاقي population من السيروبتس حصل لها localization في الاير، وبالتالي ده بيعمل chronic irritation وتلاقي الحيوان بيعمل head shaking و scratching. الابيديميولوجي اند لايف سايكل، الاوبتيمم كونديشن فور ديفلوبمنت والبروس بتبقى الهاي هيوميديتي والكول تمبريتشر، هاي هيوميديتي اند كول تمبريتشر. ولذلك بنلاقي ان الديزيز بيبقى موست اكتف في الاوتم والوينتر مانسز اكتر من بقيه فصول السنه. الترانسميشن باي كونتاكت سواء كان دايركت كونتاكت او اندايركت كونتاكت، وعارفين دايركت كونتاكت بين ايه والاندايركت كونتاكت مع ايه. اللايف سايكل بتكمل في غضون حوالي 10 ايام، والليج برودكشن ريت باي الادلت فيميل بيبقى حوالي 2 ل 3 اكز بير داي. كلينيكال ساينز بالنسبة للشيب بنلاحظ ان الليجن بتبقى most frequently او common في الـ around the shoulders والباك، وفي بداية الأعراض بلاحظ ان في area او patch من lighter wood مع الـ intense itching بيبقى والـ scratching، الصوف هنا بيبقى ragged و stained وممكن يحصل له shedding off from large area. زي ما احنا شايفين في الصور بنلاقي في areas of alopecia مع crust formation و scales.
In addition to ال wool loss, ال sheep بيبقى restless و preoccupied في ال scratching, وبالتالي ال weight gain بيبقى impaired في ال growing animals, وبيحصل weight loss في ال adult animals, لأن الحيوان مشغول مش فاضي مش مركز في الأكل, ولا كله مشغول بعملية ال itching. ممكن يحصل secondary bacterial infection. كمان بنقول في الـ severe cases الـ animal may die, ممكن يحصل له death نتيجة للـ secondary infection أو نتيجة للـ dehydration. بالنسبة للـ chronically infested flocks الـ mites بتبقى في لو في الـ ears بيبقى في الأعراض المصاحبة, يبقى في head shaking, rubbing و scratching مع high incidence of pleural hematomas and abscesses. الأعراض في الجوتس بنقول إنها ممكن بتتراوح ما بين إنها تبقى عبارة عن crust scabs على الـ external ear و without clinical signs, دي في الحالة الخفيفة. ممكن تبقى so severe إنها ممكن تغطي الجسم كله وتؤدي إلى الـ death. بالنسبة للهورسز بلاقي إن الأعراض الـ caused by psoroptic why عبارة عن large thick crusts, وبلاحظها على الأجزاء اللي فيها long hair زي الـ base of mane والـ root of the tail, أو الأجزاء أو الأجزاء من الجسم اللي هي الـ hairless areas زي الـ udder والـ prepuce والـ axilla. الـ affected areas دي أو الـ affected parts دي بتبقى itchy وبيحصل فيها hair loss, ومع الـ constant rubbing اللي بيعمله الحيوان بلاقي إن الـ skin بقى thickened و wrinkled. الـ infestation بالـ psoroptic cuniculi اللي إحنا قلنا بتعمل الـ ear mange, ده بيخلي بيعمل فيه severe irritation في الـ ear, وده بيبقى مصحوب بالـ discharge, بيبقى مصحوب بالـ shaking للـ head و rubbing للـ head. الأعراض بالنسبة للكاتل بنقول إن typical lesion appear firstly على الوزر والنيك وaround the root of the tail. في الـ severe cases ممكن spread to the rest of the body, والليجن بتبقى intensely itchy. شايفين هنا طبعا areas كبيرة من hair loss و thickening و wrinkling skins مع crust formation. بيحصل فيه hair loss, بيحصل فيه thickening و wrinkling للسكن, وبيبقى covered with scabs, وال badly affected animals become weak و emaciated و may die. ال diagnosis and differential diagnosis بيقولون ال disease must be differentiated from mycotic dermatitis, السكريبي بالنسبة للشيب, وال other mites وال lice infestation, الشكل الليجون وال result بتاعت skin scraping, كل الحاجات دي بتساعدني. كمان برضو بفرقه برضو من بعض ال nutritional deficiency زي ال zinc deficiency. وال diagnosis مبني على ال case history اللي باخدها من ال owner, ال clinical examination اللي انا بعمله, والنتيجة بتاعت اللاب دياجنوزيس اللي بعمل سكين سكرابنج, وبعمل الخطوات يا اما دايركت سمير يا اما سيدمنتيشن يا اما فلوتيشن زي ما شرحنا في الجزء اللي فات. الكنترول والتريتمنت برضو احنا قلنا ده نوتيفايبل, برضو بستخدم الماكروسايكليك لاكتون, بستخدم الاكاريسايد ديب, بستخدم اللايم سلفر ديب, وزي ما قلنا البريكوشن بتاع كل واحد فيهم, وانك انت لو عندك حاله في القطيع يبقى عالج القطيع كله, ترش الحظيره او المكان اللي بيتبيت فيه الحيوانات.
معركة أمنياتي بالنجاح والتفوق. شكرا.